بدأت حملتنا بطباعة طلبات تأييد وجمع التوقيعات، وفي القريب العاجل سوف نقوم بإنتاج 17 فيلم وثائقي لكل شخص من هذه الشخصيات، نوضح فيها تاريخه المشرف والمعاناة والظلم اللذين لحق به في عهد الإخوان ورئيسهم المعزول. أما عن باقي فعالياتنا فقبل أن نتحدث عنها لابد أن نتحدث عن النتائج التي وصلت إليها لجنة التنظيم لحملتنا. قررنا قبل أن نبدأ أن لا نكون حملة سياسية فقط، وإنما أن نكون حملة سياسية تنموية، فجميع الحملات السياسية تموت بمجرد ولادتها. أما الحملات السياسية التنموية فهي حملات تساعد جميع الناس على النمو باقتصاد بلدهم، وعلى انهم يشاركوا في بناء هذا الوطن. لذا كان اول حاجه وقع الاختيار عليها هو مشروع اسمه بلدك محتاجالك، ويحمل اسم الحمله بتاعتنا. المشروع بتاعنا بيهدف لتوفير 2 مليون وحده سكنيه، بالاضافه الى توفير 500 الف فرصه عمل. هذا ليس وقت المشروع الآن، ولكن هذا وقت الكلام عن الحملة للدفاع عن هؤلاء فقط. لذا أترك الكلام للجنة التنظيم كي تتحدث عن ماذا فعلت بالمحافظات، وأي المحافظات وصلت إليها، وهل هناك عجز في المحافظات أم لا. وشكرا. مع حضراتكم أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بالسادة الحضور، وأقدر أقول ألف مبروك لحملة بلدك محتاجالك، لأن اللحظة اللي أنا فيها دي بتقول إن الحملة نجحت، والدليل صوت الناس الشرفاء اللي عملت مداخلات واتكلمت، وكل واحد عبر بطريقته عن رأيه وقال كلمة هو شايفها إنها كلمة حق. هو ده الهدف الرئيسي من حملة بلدك محتاجالك. النهارده إحنا حملتنا اللي أنا بشرف بانتمائي ليها ما بتقفش عند شخص ولا أشخاص. حملتنا بتقف عند كلمة حق بترد لأي مظلوم، مش في 30 سنة في تاريخ مصر. حملتنا مش واقفة عند شخص بعينه. حملتنا بتقول يا جماعة أسوأ نظام شافته مصر في تاريخ قوامه 7400 سنة هي السنة اللي مرت على مصر في عهد الإخوان. الإخوان هم وجه الظلم البين الحقيقي في تاريخ مصر اللي كل مصر ظلمت فيه. فلو هنقف عند شخص يبقى احنا بنصدم اشخاص، لكن الشباب الجميل ده ولادي اللي انا شايفهم دول كل هدفهم اطلاق فكره، وهي الفكره هتسوق نفسها وهتطرح نفسها وهيجي لها النبض ورد الفعل بكل واحد راجل شريف عايز يقول كلمه حق هيتفضل يطرح، وفي النهايه كلنا على مسار واحد بس، ان مصر يجب ان تقف وقفه واحده من خلال ناس شرفاء، وكل مظلوم اتظلم في مصر لازم ياخد حقه. فانا النهارده لما بتكلم على الفريق احمد شفيق مش معناها ان انا بقول ان انا بأيد الفريق احمد شفيق، لا، انا بقول هذا الرجل هو اول من واجه الاخوان في انتخابات رئاسيه تقريبا فصلت عشان ياخدها نظام الاخوان. فهذا الرجل لما يقف هذه الوقفه وفي نهايه المشوار يتم اقصائه بطريقه عليها لغط كبير جدا، نتيجه مبهمه تم اعلانها قبل وقتها، ونزل لها ناس في شارع وقفوا يدعموها ويدعوا لها ويزعقوا ويعملوا صوت وزخم غريب. قضايا بتتكلم على النتيجه وما شابه من التباسات حتى هذه اللحظه لم يبت فيها ولم تبحث. هذا الرجل لما ظهرت هذه النتيجه والراجل ده وراه ما يقارب ال 13 مليون يستطيعوا ان هم يعملوا ثوره ويقلبوا نصاب، ومع ذلك هذا الرجل اثر على نفسه ان يفضي الوطن
ويعمل جاهدا على ان يرد لمصر اعتبارها. لم تظهر هذه النتائج حتى هذه اللحظه ولكن ستظهر. وسيقول لها التاريخ هو ليه راح روسيا؟ هو ليه راح الامارات؟ هو ليه راح السعوديه؟ هو ليه راح كذا وكذا وكذا؟ كل ده في حينه، لكن اللي اقدر اقوله ان الراجل ده ومع ذلك هو مقدم التماس بانه يقرب ميعاد الجلسه حتى هذه اللحظه لم يبدي فيه. ليه؟ النهارده الحمله بتدشن وبتتولد عشان تقول يا نظام يا دوله كل انسان فيك بيطلب. ليه؟ عايز اسمع من كل واحد فيكم راي، انا ما عنديش مشكله. احنا قضيتنا وحملتنا هي وجهه النظر المختلفه اللي احنا فيها دي. اي حد شايف ان وجهه نظر عايز يتكلم اتفضل اتكلم، ما عندناش مشاكل، بس بنرجو الترتيب. بنرجو حمايه الحمله، الحفاظ عليها. الحمله مش واقفه عند شخص، ولا واقفه عند شهيد، ولا واقفه عند مسؤول. الحمله هي فكره. في ناس بتظلم. الناس دي لازم تاخد حقها. ازاي؟ من خلال تدشين الحمله دي. الحمله دي بينضم ليها الناس من كل بقعة أرض في مصر عشان تقول أنا عندي مظلمة. فلان الفلاني تفضل قدم مستنداتك ويتحقق فيها ويتبدي فيها والحملة تقف وراها. الحملة ليها أهداف ما بعد المرحلة لن يعلن عنها الآن، لكن كلهم في حين. أرجو أن تكون رسالتي وصلتكم بغض النظر عن الشخص. شكرا لحضراتكم. إحنا قلنا في البداية إن إحنا عملنا استطلاع رأي في أكتر من 17 محافظة بلس بالإضافة للنوادي ومراكز الشباب عن 50 شخصية تم وكانت أصلا الهدف هو اختيار 15 بس مش 17، ولكن لجنة التنظيم أوصت ب 17 لتقارب الاستفتاء بالنسبة لل 17 من بعض. إخوان تم قاموا بترويع المسيحيين وترويحهم في الكنائس وترويحهم، وهذا طبعا من الناس اللي اتظلمت. وأتكلم عن المستشار الزندي، طبعا قام بكتير ظلم من ناحيته كتير، وقاموا برضو بترويع الدستور سوري المحكمة الدستورية، طبعا قاموا بكتير من تهديدات في المحكمة الدستورية. فطبعا دي من الترويعات برضو اللي كانوا بيعملوها والظلم اللي كانوا بيقوموا عليه من الزندي، وقاموا بحاجات كتيرة جدا ترويع الناس. فطبعا دوت ظلم، واحنا بنتكلم عن الناس كلها مش لازم نتكلم عنكم، اكيد انتوا عارفين قد ايه هم عملوا ايه الاخوان، وقد ايه هم اساءوا لناس كتير جدا. وحقيقي منهم انتوا بتسالوا في ناس منهم انتوا مش يعني مش متاكدين منهم، بس حتى الترويع نفسه بيبقى ظلم. يعني اي حد بيروع حد بالخوف هو ظلم. فطبعا احنا بنقولش اسامي ناس، يعني ناس متواجده مش عارفين ان هم ظلموهم ولا لا، ولكن هو اسلوب الترويع نفسه ظلم. فاحنا ما نرضاش باي حد ان بترويع ناس. فطبعا دوت هم قاموا بظلم ناس كتير جدا في الاوقات اللي فاتت، وخاصه في للاقباط قاموا بترويع ناس كتير في الكنائس، وقاموا بترويع الزندي. طبعا احمد الزندي ده من الناس المحترمه اللي نضلوا كتير جدا وحموا عن القضاء، وقام بواجب جامد جدا عشان القضاء. فلازم يعني ليه التحيه جدا جدا الزندي، لان قام بمهمه قام بمهمة كبيرة جدا. ان تقول ان في ناس هنا اتظلمت وفي ناس هنا ماتت عشان احنا نكون في اللي احنا فيه دلوقتي وعلشان محمد مرسي يمشي. ال 17 شخصية اللي ورا دول مش هو الفكرة مش قايمة عليهم، لا احنا محتاجينهم. لما اجي اكون تنظيم متكامل في 27 محافظة ويبقى عندي كتلة صلبة على ارض الواقع مستعدة تشتغل وتتعاون مع اي حد من اجل الوطن، هو ده اللي بتهدف اليه الحمله في الاساس. ليبقى عندي منسقين في المحافظات وفي المراكز. احنا مش جايين هنا عشان ندافع عن حد او عشان نلمع حد زي ما الناس ما بتقول. الناس دي فعلا البلد محتاجاها. واحد زي الفريق احمد شفيق، واحد رجل اعمال زي الدكتور نجيب ساويرس او الاستاذ محمد الامين، دول رجال اعمال مستعدين يعملوا البلد حاجات كتير جدا، واحنا بنطالبهم ده. الرجل البسيط اللي شغال منسق في مركز او في محافظه احنا محتاجينه ان هو ينفذ سياسات الناس دي او ينفذ خططها او مشاريعها وات ايفر. والناس اللي بتقول ان احنا اقوياء وان احنا اغنياء ومش محتاجين او مش بنشحت، لا، هو انا مش جاي النهارده عشان اقول ان انا هبني 2 مليون وحده سكنيه وخلاص، لا، ده مشروع من ضمن المشاريع.
اللي احنا بنحاول نعمل اي حاجه نرتقي بها للبلد ونفيد بها المجتمع والمواطن البسيط. حاجه زي 2 مليون وحده اللي احنا اصلا ما اتطرقناش اليهم، احنا بنتكلف على 2 مليون وحده فقط، يعني الناس هتدفع التكلفه بالنسبه للوحدات او بالتقسيط، هو ده اللي في الاساس بتهدف اليه الحمله. يعني ناس زي رجال الاعمال الموجوده ورانا هي مستعده تتكفل ماديا بحاجه زي كده، انها تفيد البلد بحاجه زي كده. هو في الاساس ده اللي احنا موجودين عليه ان شاء الله النهارده، وعشان نعلن عشانه، مش عشان نلمع عن حد او ندافع عن حد. هو اوريدي في ناس ماتت فهي في مكان احسن من اللي احنا فيه، فاحنا مش هنيجي ندافع عليها بعد ما ماتت يعني.